قبل 500 عام بنيت قلعة الكورنيش على تلة مرتفعة في الحديدة. كان الهدف الرئيسي منها حماية المدينة من كل ما يهدد حياة أهالي الأرض الساحلية البسيطة. قام المبنى المشيد بالطوب المحروق ومادة النورة البيضاء بدوره في مراحل مختلفة، إنها وفق المصادر التاريخية تحولت إلى سجن لكل من يعارض سياسة الأئمة ويناهض حكمهم، وقد اتخذوا منها سجنا ما زالت ملامحه بادية فيها، حيث خصصت زوايا الدفاع والمراقبة البحرية للأغلال والسلاسل، وهي اليوم واحدة من مصادر الخوف للسكان، يقبع داخلها عشرات المعتقلين الذين جلبتهم ميليشيا الحوثي من مختلف مناطق تهامة. وكثيرا ما أصبح أهالي الحديدة يتجنبون السير جوار هذا المبنى الذي فقد جماله فجأة وتحول إلى سجن يتخوفون من الوصول إليه يوما، كما سبقهم أقارب وأصدقاء لا يعرفون سبب سجنهم في قلعة عمرها مئات السنين.